فاز الرئيس السوري بشار الأسد بولاية جديدة، انتخابات شكلت مفاجأة لجهة حجم المشاركة والاحتفاء الشعبي بها، ولا سيما بعد عقد من الحرب واشتداد الحصار والعقوبات التي طاولت أدق تفاصيل المواطن اليومية. لكن الناس قالوا كلمتهم، فماذا بعد؟ في خطابه أمس للشعب السوري دشن الأسد مرحلة جديدة، فما هي ملامحها في ظل اعتراف في الإعلام الأمريكي بفشل سياسة واشنطن وحلفائها في سوريا؟ فكيف ستتعامل دمشق بالنظر أيضا إلى تطورات الإقليم التي يبدو أنها تحمل تحولات كبرى؟ مع ضيفنا نائب وزير الخارجية السورية الدكتور بشار جعفري. مرحبا بكم دكتور، شكرا لقبولكم هذه الدعوة. مساء الخير، مساء النصر من خلال الميادين ومن قلب الحدث في دمشق. شكرا لكم. أنتم تبدأون يعني بعنوان النصر، وهذا يدفعني للسؤال انطلاقا مما شاهدناه من الحشود الجماهيرية الكبيرة، إن كان دعما لاستحقاق الدستوري، المشاركة الواسعة، والأهم ربما الاحتفال بالنتيجة التي شهدناها. وأنا أود لطفا أن أسألك في البعد السياسي والاستراتيجي، ماذا حصدت دمشق؟ بداية دعيني أوضح وأركز على نقطة. تصدر مشهد الانتخابات السورية للأحداث العالمية في وسائل الإعلام العالمية وفي العواصم العالمية، تصدر هذا المشهد في ساحة الأحداث العالمية يظهر ويؤكد بأن ما جرى هو أكثر من انتخابات. بمعنى أن العواصم ووسائل الإعلام العالمية كانت تتوقع أن تكون الانتخابات السورية إما عادية تحت الضغط أو أنها فاشلة كمان تحت الضغط. لكن عندما نجحت الانتخابات بالشكل الذي شاهده العالم كله، أضحت الصورة مختلفة تماما لدى من يحب سوريا ولدى من يعادي سوريا. ثبت للجميع أن هذه الانتخابات هي ترمومتر، تقيس ميزان يقيس درجة حرارة النصر عند البعض والهزيمة عند الآخرين. فمن هذا المنطلق لا يجب أن نفهم أن الانتخابات السورية التي حدثت هي كانت مقياس لإرادة الصبر الاستراتيجي عند السوريين أولا وعند الآخرين ثانيا. الذي تقصدونه بالصبر الاستراتيجي، لا سيما بالأمس الأسد قال في كلمته مباشرة للشعب السوري الرسالة للأعداء وصلت والمهمة الوطنية أنجزت. هذا بالضبط ما كنت يعني أعنيه بكلامي بالصبر الاستراتيجي. أنتم أسميتم هذه العشرية بعشرية النار، صح؟ نحن نسميها بعشرية النار وعشرية الصبر الاستراتيجي أيضا. تكلل هذا الصبر الاستراتيجي بهذا الانتصار الذي تحدثت عنه، والذي هو كما قلت أصبح مقياسا لمدى نجاح سياسات البعض ولفشل سياسات الآخرين. بمعنى أن هذه الانتخابات كانت محكا لمدى صلابة وجدية تناحر السياسات الأقليمية والعربية والدولية فوق الأرض السورية. بالنهاية كل هذا التناحر بين السياسات تراجع لصالح الإرادة السورية، فهنا تحقق النصر السوري من خلال الانتخابات. وإذا أردنا أن نتحدث يعني بمعنى المرحلة المقبلة، انطلاقا من فكرة ماذا تقول أو ماذا يعني تحفل هذا الحدث بكل التفاصيل التي تفضل فيها للخارج، وأنا أعلم أنه يعني الدولة السورية لا تأخذ عنوان شرعيتها من الخارج، هذا نسمعه تصريحات على مدى عقد عشرية نار وحتى في سنوات الأصعب في المستوى الأمني والميداني في أكثر من مكان في جغرافيا سوريا. لكن اليوم انطلاقا من أن ينتقل رئيس الأسد دوما يعني يدلي بصوته فيها ويقول للغرب قيمة آرائكم صفر، قيمتكم 10 أصفار، وبالتالي بالمعنى العملي ما الذي يقال هنا انطلاقا من كلام الرئيس الأسد ومن الحضور الشعبي هذا؟ ذهاب الرئيس الأسد للتصويت في دوما هو ذروة إعلان النصر حتى قبل صدور نتائج الانتخابات. المكان بحد ذاته، رمزية المكان لها دلالة كبيرة في تفسير ما جرى. سوريا بحجمها الديموغرافي وبحجمها كمساحة وبقدراتها الاقتصادية ليست دولة يعني كبيرة بالمقياس المعروف، لكن سوريا عندما
تتحرك ضمن إطار الجيوبوليتيك تصبح قوة كبرى. لا أحد يدخل لعبة الجيوبوليتيك أكثر من السوريين تاريخياً. تاريخياً الغرب يخطئ كثيراً معنا ومع غيرنا عندما يحاول أن يفرض العولمة الغربية كنموذج للانتخابات في الدول، بمعنى أن الغربيين يعتبرون أن ديمقراطياتهم هم هي النموذج الذي يجب أن يحاكيه الجميع. طيب، أكبر ديمقراطية في العالم هي الهند مثلا، ومع ذلك عندما تجري انتخابات في الهند ترين الصحافة البريطانية تنتقد الانتخابات الهندية، عندما تحدث انتخابات في أفريقيا ينتقدون الانتخابات الأفريقية، في فنزويلا، في كوبا، في سوريا، في بيلاروسيا، في روسيا، في الصين نفس المسألة. فهناك مشكلة عند الغربيين وليس عندنا. هم يريدون أن يفرضوا عولمتهم الانتخابية على انتخاباتنا، بمعنى أن يفرضوا علينا معاييرهم الانتخابية ويقولون هناك مرجعية واحدة في العالم للديمقراطية هي المرجعية الغربية. هذا الكلام لا يمكن أن يقبله أحد، لا سوريين ولا غير سوريين. وبالتالي الصدمات التي يصاب بها الغرب تأتي من هذا الباب، لأنهم لا يعون أو لم يعودوا يعون بشكل واضح تماما أن ما يطرحونه من شعارات معولمة لا تسري على كثير من الأمور ومنها الانتخابات. لكن نحن نتحدث عن عقد من الزمن كان فيه عملية تشويش وتشويه وعملية حملات وطعن بالشرعية والموقع. لذلك هل بالفعل دمشق اليوم انطلاقا من الحشود التي شاهدناها ومن ما قدم في العملية الانتخابية تتجاوز ذلك؟ يعني بالمعنى العملي مع عنوان المرحلة في مواجهة من كانوا في المحور المقابل مشاركين مباشرة في الحرب في سوريا وعليها، يعني كيف تستفيدون من ذلك؟ أولا الانتصار السوري هو أولا انتصار على المشروع الإرهابي، هذا أولا، الذي كلف تريليونات الدولارات لرعاته. وأنا لا أبالغ، يعني أنا أتكلم وأنا أعرف حقيقة ما جرى بحكم خبرتي بما عندما كنت أعمل في نيويورك. الانتصار الأول هو الانتصار على الإرهاب وعلى رعاة الإرهاب وهم طبعا الدول الغربية. الانتصار الثاني هو أن سوريا خرجت من هذه الحرب غير المسبوقة كمان منتصرة، منتصرة بإرادتها، منتصرة بالتفاف شعبها على قيادتها، منتصرة بالصبر الاستراتيجي الذي تحدثنا عنه في البداية. ثلاثة، النتيجة الثالثة هي أن كل المناورات والمؤامرات التي جرت سواء على مستوى بعض الدول العربية أو على مستوى الإقليم، الدول الإقليمية، تراجع لصالح الآن البحث عن سلم للنزول من على الشجرة لدى معظم اللاعبين الإقليميين الذين كانوا يتباهون في بداية الأزمة كما تتذكرين. البعض كان يقول أسبوعين والبعض كان يقول شهرين، ما هيك؟ تتذكر المشهد آنذاك. كل من كان يراهن على أن سقوط سوريا سيستغرق أسبوعين أو شهرين اليوم عم يطلبوا المساعدة لكي ينزلوا من فوق الشجرة التي صعدوا إليها، ويقرون في قرارة نفسهم وحتى في الإعلانات الرسمية أنهم هزموا في سوريا. طيب، هذا الكلام بالمعنى الاستراتيجي كتير مهم، بالمعنى الجيوبوليتيكي اللي حكيت عنه كتير مهم، لأنه لا يساعد فقط على فهم ما جرى، ولكن يساعد أيضا تجارب شعوب أخرى تعاني من نفس المشكلة. يعني هناك ضغط على الشعب الفنزويلي مثلا، هناك ضغط على الشعب الإيراني، على كوبا، على بوليفيا، على كثير من الدول. هذه التجربة السورية الآن ستفيد كثير من شعوب العالم الأخرى لمواجهة نفس المؤامرة وإن كان بدرجة أقل حدة من مما جرى معنا. هذا كلام مهم ومفيد، خصوصا على مستوى مواجهة محور يريد فعلا الهيمنة على يعني بعض الدول. نتحدثون عن سوريا مثالا، الهيمنة الغربية والرأسمالية وما إلى ذلك، لكن نحن نتحدث الآن انطلاقا حتى مما طرحه الرئيس السوري بالأمس في كلمته وكأننا أمام مرحلة جديدة.
هل يستوي بالمرحلة الجديدة أن نبقى في ذات السياقات، لا سيما تلك التي تحضر فيها الدول الغربية، بمعنى مسار جنيف، بمعنى القرارات التي صدرت عن يعني الأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي، بمعنى ما يقدم على طاولة حوار مع الدولة السورية انطلاقا من نسبة تصويت عالية جدا من حضور شعبي ما زال على الأرض؟ هل نحن أمام مرحلة جديدة أيضا في مسار العمل السياسي، التسوية السياسية، أم لا؟ شكرا. سؤال جدا مهم. أنا أريد أن أذكر السادة المشاهدين أن سوريا حققت كثيرا من الإنجازات التي تعجز عنها دول أكبر منها وأقوى منها. دعيني أعطيك بعض الأمثلة. نحن كنا في بداية الأزمة ولغاية العام 2017، يعني تقريبا 7 سنوات من الأزمة، كنا نقول في مجلس الأمن وخارج مجلس الأمن وفي العواصم المهمة وفي الاجتماعات الدولية أنه يوجد إرهاب في سوريا. كان الغربيون يصرون على أن ما هو في سوريا كائن هي عبارة عن معارضة معتدلة، ما هيك كانوا يسموها، وكنا نتندر عليهم أحيانا نقول لا، هي معارضة مسلحة معتدلة معدلة وراثيا، بحيث يكون الصيني والشيشاني والليبي والسعودي والقطري سوريين في النهاية. طيب، بعد 7 سنوات من الإنكار المطلق لوجود إرهاب في سوريا، يأتي السيد أوباما إلى مجلس الأمن ويعتمد بنفسه قرارا بالإجماع ضد الإرهاب الأجنبي في سوريا والعراق. أليس هذا انتصارا دبلوماسيا؟ هذا واحد. 2، بعد 10 سنوات كانت الأزمة السورية والحرب الإرهابية على سوريا سببا في اعتماد مجلس الأمن 11 قرارا لمكافحة الإرهاب. تخيلي، نقلناهم من الإنكار المطلق إلى اعتماد 11 قرار حول مكافحة الإرهاب. هلأ هم لهم مصلحة؟ طبعا لهم مصلحة. يعني عندما جاء أوباما واعتمد القرار الهام حول مكافحة داعش في سوريا والعراق، لم يكن القصد هو محاربة داعش والعراق، وإنما تبرير إرسال القوات الأمريكية إلى سوريا والعراق. فهم كانوا يعرفون ماذا يفعلون، ولكننا أجبرناهم على الاعتراف والإقرار بوجود إرهاب في سوريا والعراق اسمه داعش. وبعدين طبعا جبهة النصرة والقاعدة وهيئة تحرير الشام، وهي كلها بالمناسبة بعد أن رفض الغربيون سنوات إدراجهم على قائمة مجلس الأمن للكيانات الإرهابية، نجحنا بإدراجهم ككيانات إرهابية. فهذا أيضا نصر دبلوماسي. الناس لا ترى هذه الزاوية من الصراع القائم. هل دخلنا مرحلة جديدة؟ طبعا طبعا دخلنا مرحلة جديدة، مرحلة تكريس هذا النصر الذي نتحدث عنه. يعني نحن الآن دمشق عادت لتكون قبلة الدبلوماسية العالمية. اليوم كيف؟ أنت بتفتحي اليوم أي قناة تلفزيونية وبتقرأي أي جريدة غربية وبتسمعي أي مسؤول غربي، تجدين أن الحدث السوري موجود باستمرار. لا تخلو نشرة أخبار في الدوائر الغربية إلا ويكون اسم سوريا موجود. هذا الكلام يعني ثابت ومؤكد في الاجتماعات الدولية، على الرغم من أنه طبعا الأجندات الغربية معادية لسوريا، لكن الغربيون يقعون في خطأ فادح في الاجتماعات الدولية وخاصة في الأمم المتحدة عندما يستفزون الحقيقة. الحقيقة ترتد عليهم، فدائما كانوا يكذبون ثم يكذبون ثم يكذبون، فترتد عليهم الكذبة بمن يذكرهم بالحقائق. نحن لم نكن نتصرف في مجلس الأمن مثلا وفي الأمم المتحدة، لم نكن نتصرف بحالة دفاعية على الإطلاق. منذ اليوم الأول كنا بحالة هجومية، لأننا كنا نعرف أننا على حق وأن المشروع كبير. طيب، لماذا ذاكرة الناس قصيرة وتعتقد أن المؤامرة الغربية علينا هي لأول مرة تحدث؟ لا تحدث لأول مرة. يعني من الذي خلق القاعدة في أفغانستان في بداية 80s؟ نفس القوى، تآمر عربي غربي خلق القاعدة في أفغانستان، ثم تكرر المشهد في العراق، ثم تكرر المشهد في سوريا وفي ليبيا وفي أماكن أخرى. فيعني نحن لم نفاجأ بحجم هذا التآمر، لأننا كنا نعرف أن أجندة التدخل الغربي بشؤوننا الداخلية لابد أن تمر من خلال هذا المشروع التآمري.
طب أنا سأطور السؤال انطلاقا من مقاله الرئيس الأسد، قال من ضمن مقاله بالأمس: لقد قلبتم الموازين مخاطبا الشعب السوري ونسفتم يعني قواعد اللعبة، وأكدتم لما لا يدع مجال للشك أن قواعدها توضع هنا، تصنع هنا وتحدد هنا بأيدينا، ولا مكان لشركاء سوى للإخوة والأصدقاء. موضوع الإخوة والأصدقاء سأرجئه معذرة، لكن عندما نكون القواعد هنا، هل يستوي أن يكون الأطراف الموجودين على الطاولة المقدمين للوصول إلى صيغة تسوية سياسية في سوريا هم نفسهم الآن؟ هل تتغير الآن الصيغة التي ربما تقدم دمشق نفسها فيها، تفتح الأبواب لحوارات الوصول لصيغة سياسية مع أطراف قدموا بين قوسين على أنهم معارضة، اختلفت التسميات والحضور والمكان والدعم حتى الغربي، لكن الآن بعد ما جرى هذا الاستحقاق، هذا التصويت الكبير ما شهدناه على الأرض، هل تغيرت نظرة سوريا للتعامل مع هذه الأطراف للوصول إلى خلاصة أو تسوية سياسية؟ أولا يجب أن نعترف بأن المشهد تغير بعد 10 سنوات، المشهد السياسي تغير. هناك كثير من القوى التي كانت تطرح نفسها على أنها معارضة تفككت وانهارت وتكشفت عوراتها كما يقال، سواء معارضة اسطنبول أو معارضة الرياض أو معارضة الدوحة. لا شك أن المعارضة بمعناها الوطني هو ضرورة حياتية لكل دولة، لكن يجب أن تكون المعارضة وطنية، لا أن تقوم على أجندات غربية، ولا أن تعتاش على الأموال الغربية والرواتب الغربية، ولا أن تعيش في العواصم الأجنبية. المعارضة عندما تكون وطنية تخدم وطنها في نهاية الأمر. أما أن تدعي قوى شاركت في تدمير بلدها وتخريب بلدها والعمالة لأجندات خارجية ورعاية الإرهاب، فهذا الأمر حكما سقط بحكم المرحلة الجديدة. يعني أنت لا يمكن أنك اليوم تجلسي مع من كان يقول لك قبل عدة سنوات أن داعش هي حركة ثورية وجزء من الربيع العربي. كيف يمكن أن تتفاعلي مع هذا التوجه مثلا؟ كيف يمكن أن تجلسي مع هكذا ناس وتقولي لهم تعالوا لنبني مستقبل سوريا؟ يعني هذا الكلام لا بعلم السياسي بيشتغل ولا بأي علم آخر بيشتغل. اليوم سوريا وصلت إلى ذروة النصر وبقناعة أعدائها كما قلت في البداية على لسان الخارجية الأمريكية والسفير الأمريكي السابق في دمشق. طيب هل هذا الكلام يجب أن يمر مرور الكرام؟ ألا يجب أن نقبض ثمنه كما يقال؟ كيف يعني؟ نقبض. يجب سياسيا، أنت تتحدث نعم. سياسيا أولا يعني بالمعنى السياسي العام الدولي، هناك الآن انفتاح على دمشق ورغبة بعودة كثيرين إلى دمشق، سواء عبر إعادة فتح السفارات أو عبر اتصالات سياسية معينة. هذا الكلام يعني مؤشر على إقرار الآخرين بأن دمشق لم تعد دمشق قبل 10 سنوات أو قبل 5 سنوات. بالمعنى السياسي الآخر اللي عم نحكي عليه، العملية السياسية تمام. يعني هل ستستمر حتى مع موضوع عمل اللجنة الدستورية ذات الأطراف للوصول إلى تعديل دستوري ربما، أو هناك طرح لتغيير دستوري، دستور سوريا المقبل سيكون ذات الأطراف نفسها، لم يتغير أي صيغة بالنسبة لدمشق ما بعد المشهد الانتخابي في سوريا؟ هذا القرار الاستراتيجي أيضا تتم صناعته حاليا في ضوء تقييم عملية الانتخابات. يعني لم تصل دمشق بعد إلى تحديد بصمة المرحلة القادمة بالنسبة لهذا الحيز بالذات. بالنسبة لعمل اللجنة الدستورية، اللجنة الدستورية لم تقاطعها دمشق، يعني نحن جزء منها وسنستمر فيها لأنها تجري بإرادتنا، يعني لم تفرض علينا. اللجنة الدستورية هي وليدة اجتماع سوتشي ووليدة اجتماعات أستانا ووليدة قرار سوري في سوتشي كما قلت لك. فلم تفرض علينا اللجنة الدستورية، هي عملية، هي جزء من إرادتنا السياسية، لأننا نعرف أن هذا المسار هو يعني سيخدم الأجندة السورية والمصلحة السورية الوطنية، وبالتالي نحن ليست لدينا مشكلة في الاستمرار في مسار اللجنة الدستورية. هذا شيء، واستقلالية القرار السياسي السوري
والسيادة السورية وطرد الاحتلال الأجنبي من الأراضي السورية واستعادة الثروات الطبيعية وتحرير ما تبقى من أراضي تقع في أيدي الإرهابيين. هذه هي القضايا الكبيرة كما يقال وليس التفاصيل. نعم، وموضوع يعني استعادة الأراضي هذا يطرح، وانطلاقا منه نوسع قليلا بما له علاقة بين الأصدقاء والحلفاء، وأريد أن أختم بما له علاقة بدلالات المشهد على الأرض. هل دلالات المشهد على الأرض انطلاقا من الناس بأن هناك تفويض أو استفتاء حتى على الخيارات بما فيها حضور الحلفاء على الأرض السورية؟ نحن نتحدث عن حزب الله، عن إيران، إضافة إلى روسيا ومروحة أيضا القوى الداعمة التي دعمت دمشق في المعنى الميداني الاستراتيجي والعسكري، خيار المشاركة بالنسبة للمقاومة في لبنان على الأرض السورية، المساعدة أيضا والدعم الإيراني، كان تصويت تروا أنه يعني الانتخابات صوتت أيضا على هذا الخيار لأنه كان محل تشكيك كثير وعنوان أساسي في عشرية النار التي مرت على سوريا. ما في شك، يعني أنا عندما قلت بأن ما حدث هو يتجاوز الانتخابات بحد ذاته، هو هذا بالضبط ما كنا عليه، لأنه ما جرى هو تصويت على الخيارات الاستراتيجية الكبرى للدولة السورية بما في ذلك تحالفاتها مع الحلفاء والأصدقاء. طبعا هذه الحرب في التي جرت في سوريا في جزء منها كانت حرب ضد روسيا، في جزء منها كانت حرب ضد إيران، في جزء منها كانت حرب ضد الصين، الحرب ولذلك البعض يسميها حرب كونية وحرب عالمية. هي في حقيقة الأمر جزء منها كان حرب ضد روسيا وضد الصين وضد إيران وضد حلفائنا الآخرين، ضد المقاومة وضد حزب الله. لذلك أنت تذكرين أن في بداية الأزمة الشروط الغربية كانت دائما نفس الكلام، اقطعوا تحالفكم، اكسروا تحالفكم مع إيران، اقطعوا تحالفكم مع حزب الله، لا تدعموا المقاومة، لا تدعموا المقاومة الفلسطينية إلى آخره، وحتى المقاومة في العراق أيام الغزو الأمريكي البريطاني. يعني تذكرين الإنذارات التي وجهها كولين باول للرئيس الأسد في دمشق بعد الغزو الأمريكي البريطاني للعراق. فهي هذه المحطات كلها مفاصل مهمة لفهم المشهد السوري. تصويت الجماهير السورية في الانتخابات تجاوز الانتخابات إلى هذه المعطيات التي تحدثت عنها، ولذلك الناس كانت تصوت للتحالف، لعلاقاتنا مع حلفائنا وأصدقائنا، لدعم محور المقاومة، للإبقاء على تحالفنا مع حزب الله. فعلا هي هذه المحاور بمنتهى. هذا كلام مهم في الخلاصات، حتى بالتحالف مع حزب الله في عملية تشويش وتشويه، وطالت يعني الحزب ومن الأمين العام للحزب وكذلك العلاقة مع إيران ومحاولة إدخال الجانب المذهبي والطائفي والإثني والتقسيم إلى ما ذلك. أن تقول بما تمثلون دكتور بأن هناك تصويت شعبي على هذه التحالفات وعلى هذا الخيار، هذا كلام مهم جدا. طبعا هذا الكلام جدا مهم. طبعا يعني نحن منذ البداية لم نكن نتخيل للحظة أن علاقاتنا الاستراتيجية مع محور المقاومة سيلقى رضا الغربيين. أنت تصطدمين بالغرب لسبب أساسي، إسرائيل. السبب الرئيسي للصدام مع المصالح الغربية هو المشروع الإسرائيلي في المنطقة. الصهيونية في إسرائيل هي دواعش اليهودية، يعني حتى اليهودية لديها دواعشها وتتمثل بالصهيونية. المشروع الداعشي موجود للأسف في كل المكونات الدينية في العالم. هناك شكل من أشكال الداعشية عند كل الأديان السماوية وغير السماوية، وإلا كيف تفسرين العنف الذي يجري اليوم في بورما مثلا؟ كيف تفسرين بعض أشكال العنف والاضطهاد في دولة ديمقراطية عريقة مثل الهند مثلا؟ هو هذا السبب، جنوح العالم نحو التطرف بقناعات أيديولوجية معينة تذكيها مخابر استخباراتية وراها قوى معينة. لكن نحن المحور الأساسي لنا في المنطقة كان وما زال وسيبقى موضوع النظر إلى استقرار المنطقة من خلال المقاومة، المقاومة بالمعنى الكبير، المقاومة في فلسطين والمقاومة في لبنان والمقاومة في سوريا والمقاومة في العراق
والمقاومة في كل الدول ذات المتماثلة التفكير التي تشاركنا كثير من الأشياء، وعددها 22 دولة تقريبا. فهناك مشروع استقلالي وطني يتناحر ويتصادم مع مشروع تدخلي خارجي آخر. ولذلك أنا تحدثت في البداية عن الجيوبوليتيك. سوريا طوعت الجيوبوليتيك تطويع، وهو أمر مكلف جدا، مكلفنا، لصالح مصالحها الوطنية. هذا بالضبط ما جرى. لكن بعد عشرية النار دمشق متمسكة بالمقاومة رغم كل ما جرى. بالضبط، طبعا طبعا. وهذا ينسحب بعيدا عن تخرصات البعض والأقاويل التي تسري هنا وهناك. يعني ذكرتي كلمة مذهبية ودينية وطائفية، هذه المفردات لم تعد تؤثر في القاموس السوري، لأننا السوريون واعون أكثر من غيرهم بكثير إلى حجم التلاعب بهذه المصطلحات. يعني الوعي السوري أحد أسباب الانتصار، وعي الفرد السوري والمواطن السوري أحد أسباب انتصارنا. صعب كثير أنك توقع السوري في هذه الترهات التي يقع بها الآخرون. طيب، أنا صحيح يعني أشدد على نقطة قد تبدو بديهية للمتابع الذي يعرف سوريا جيداً، ولكن بعد عشرية النار وكل ما جرى بسوريا ليست خلاصة عادية أن تقول دمشق بأننا متمسكون بالمقاومة. نرى رئيس الأسد يعني يستضيف وفدا من منظمات والفصائل الفلسطينية ويقول باب دمشق مفتوح لكل الفصائل المقاومة. صح. هذا عنوان ليس ببسيط بعد كل ما جرى. انطلاقا من هذه النقطة أريد أن أفتح وإياك ونوسع الدائرة من دائرة المهنئين أيضا الذين هنأوا الرئيس السوري يعني فوزه بولاية ثانية. كيف قيمتم ذلك؟ وإلى أي حد يعني مروحة المهنئين أفرزت محورا يعني من دون أن نرى تسمية له؟ عندما نرى التهنئة الروسية الصينية الإيرانية المقاومة في لبنان، عندما نتحدث عن فنزويلا، عن كوبا، عن دول أخرى وواسعة، هل تفرز محورا الآن طالما نتحدث عن مرحلة جديدة مقبلة، عقد مضى وعقد ربما يخشاه أو يتحسب له الغرب الآن؟ أنت تتحدثين عن مجموعة الدول متماثلة التفكير ومتماثلة السياسات ومتماثلة التحديات، وهي الدول التي تحدثت عنها وعددها تقريبا 22 دولة في العالم، كلها تعاني بشكل أو بآخر من نفس المشاريع الغربية التدخلية. يعني أنا لا أريد أن أذكر الدول، ذكرناها عدة مرات، لكن هذه الدول موجودة في كل القارات، بعضها في أفريقيا، بعضها في أمريكا اللاتينية، بعضها في منطقتنا، وبعضها الآخر في آسيا، اليوم حتى في 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 أوروبا. يعني بيلاروس اليوم واحدة من الدول اللي عم نحكي عنها. أضيفي إلى ذلك أن الغرب تجرأ حتى على روسيا والصين. اليوم روسيا والصين هي جزء من مجموعة الدول المتماثلة التفكير في نيويورك. عندما نجتمع كنا في نيويورك وما زلنا، روسيا والصين معنا في المجموعة. نفس التحديات، نفس المشاريع، نفس الأعداء، نفس المخططات. ولذلك هناك قواسم مشتركة بين مجموعة هذه الدول تدفعنا دفعا نحو بعضنا البعض. هلأ بتحبي تسميها محور مقاومة، بتحبي تسميها محور الدول متماثلة التحديات، متماثلة التفكير، سميها ما شئتي، لكن هذه الدول في بينها قواسم مشتركة عديدة تجعلها تتلاحم مع بعض البعض وتدافع عن بعض البعض بكل الأشكال وبكل الأسلحة. لأنه الاستفراد بدولة من هذه الدول يعني أن جميع الدول ستخسر في نهاية المطاف. الغرب يسيطر على آليات كثيرة في العلاقات السياسية الدولية، البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وإلى حد ما حتى يعني مجلس الأمن. مجلس الأمن ستراميا نصف عدد أعضائه دول من حلف الناتو. هناك 7 دول في مجلس الأمن أعضاء في الناتو. طيب أي مجلس أمن هذا اللي عم نحكي عنه؟ كيف يمكن لهذا المجلس أن يحافظ على السلم والأمن الدوليين ونصفه تماما دول أعضاء في حلف الناتو، تؤيد الغزو، تؤيد الاحتلال، تؤيد الاضطهاد، ضد القضية الفلسطينية، مع إسرائيل بشكل أعمى، ضد المقاومة؟ كيف يمكن لهذا المجلس أن يقوم بمهمته الموكلة إليه بموجب الميثاق في الحفظ على الأمن والسلم الدوليين؟ مستحيل. لولا وجود روسيا والصين في مجلس الأمن وتمتعهما بحق النقد لكانت الأمور أسوأ من هيك بكثير.
أسوأ من هيك بكتير. يعني دولة مثل الصين استخدمت في كل تاريخها امتياز حق النقد 14 مرة، 8 منهم لصالح سوريا. طيب أليس هذا رقما يعني يجب أن نتوقف عنده؟ ما هي مصلحة الصين في أن تتحدى أمريكا والغربيين وحلف الناتو 8 مرات مشان دولة مثل سوريا؟ ما هي مصلحته؟ ما هيك؟ سؤال مهم. النقطة الثانية، لغة الأرقام كتير مهمة في عمل السياسة الدولية اليوم. يعني باب المقارنة يظهر لك حجم الحقد الغربي على سوريا. الناس بتعرف أن الحقد الغربي على العراق دمر العراق، والأمريكان والإنجليز احتلوا العراق وفعلوا به ما فعلوا. طيب العراق خلال 17 عاماً من حرب الخليج الثانية 1991 ولغاية انتهاء برنامج النفط مقابل الغذاء 2008، 17 سنة. خلال 17 سنة مجلس الأمن، طبعاً الغربيين آنذاك لأن الاتحاد السوفيتي كان تفكك وروسيا كانت ضعيفة وبوريس يلتسين وغورباتشوف والقصة اللي بتعرفوها، كانت روسيا ضعيفة والصين كانت لا تجرؤ أن تقف في وجه الغرب. لكن خلال ال 17 سنة هدول مجلس الأمن شكل لجنتين للتحقيق في شؤون العراق، للتدخل في شؤون العراق، الأونسكوم بعد حرب الخليج الثانية، ثم الأونموفيك بعد الغزو الأمريكي البريطاني. نعم. لجنتين في 17 سنة. لنأخذ الحالة السورية، خلال 9 سنوات الغربيون شكلوا 8 لجان. العراق 17 سنة لجنتين، سوريا بتسع سنوات 8 لجان. فتخيلي أنت حجم الحقد والكراهية والاستهداف السياسي لسوريا كم هو عميق في أذهانهم. لذلك قلت أن النصر استراتيجي وليس نصر انتخابات فقط. تجاوزنا الانتخابات لنذهب باتجاه النصر الاستراتيجي. أريد أن أغلق موضوع التهنئة وأسألك عن تهنئة الرئيس اللبناني ميشيل عون، ما صداها بالنسبة لكم؟ سبق للسيد الرئيس أن هنأ لبنان كدولة شقيقة وهنأ فخامة الرئيس ميشيل عون عدة مرات. يعني لماذا نعتبر أن مبادرة فخامة الرئيس ميشيل عون للرئيس الأسد بالتهنئة هي حالة فريدة من نوعها؟ هي لا يجب أن تكون حالة فريدة من نوعها، هي شكل من أشكال العلاقات الطبيعية، هكذا نفهمها. لكن عندما تأتي الآن وضمن هذا المنظور اللي عم نحكي عنه، أيضا هو له بعد هام، خاصة بعد ما جرى في لبنان من محاولات بعض القوى السياسية منع السوريين في لبنان من أداء واجب التصويت في الانتخابات. أيضا هذا دعيني سميها مشاركة لبنانية في هذا، في الإقرار بهذا النصر، وهذا مدعاة لسرور السوريين ومدعاة أيضا لسرور اللبنانيين، هكذا نراه نحن. مشاركة لبنانية في الإقرار بالنصر قلتم؟ مشاركة لبنانية، التهنئة؟ التهنئة بحد ذاتها هي مشاركة على أعلى مستوى في لبنان بأن ما جرى هو نصر انتخابي، بأن ما جرى هو نصر انتخابي، بمعنى أنه المسألة ليست بروتوكول، يعني ليست قصة أنه والله أرسلنا رسالة بروتوكولية مثلنا مثل غيرنا، لا، القصة هي أكثر من بروتوكول، خاصة بين سوريا ولبنان، لأننا حتى في سوريا يعني عند نعم. في عدة مناسبات كانت التهنئة على أعلى مستوى للبنان كدولة كما قلت وللرئيس اللبناني الآن وفي الماضي أيضا. فلا أرى ضرورة لحصر المسألة بالبعد البروتوكولي فقط، هي أكثر من البروتوكول. لذلك سألت عنه لأنه عن الانتخابات وعن واقع لبنان، وأن تأتي أيضا تانية من أيضا رئيس التيار الوطني الحر الوزير السابق سبران باسيل، أيضا بتهنئة بفوز الرئيس السوري بالانتخابات الرئاسية بالنظر لعملية العقوبات الموجودة والضغوطات، هذه لذلك لها دلالات. هذا مدعاة لسرورنا، يعني نحن نرحب بهذا النوع من الخطوات المسؤولة والواعية والناضجة سواء من لبنان أو من غير لبنان. بالعكس يعني نحن لا نرى فيها كما قلت لك خطوة بروتوكولية، نفهمها سياسيا ونقيمها سياسيا ونراها أصلا كما قلت لك نوع من أنواع الشراكة في الانتصار. بكل الأحوال موضوع شراكة بالانتصار وما بعده
بمعنى على مستوى الإقليم وتطورات الإقليم وموقع دمشق والقرار في دمشق، سأناقشها وإياك بما تبقى من الوقت، ولكن بعد فاصل قصير تسمح لنا دكتور بشار جعفري ومشاهدينا. كنتم تتحدثون عن مفاعيل انتصار وتتحدثون عن مرحلة جديدة، لكن أيضا هناك يعني واقع موجود على الأرض في الموقف الغربي، هو الموقف الغربي، العقوبات، الحصار، تجديدها، وهذا ينسحب على الولايات المتحدة الأمريكية. وأن قال روبرت فورد في الواشنطن بوست بأنه هناك فشل للولايات المتحدة الأمريكية، سياساتها وحلفائها، ولا وتعدوا مرحلة إزاحة الرئيس السوري بشار الأسد كما قال. كيف ستتعاملون مع هذه المعوقات طالما العنوان الأساسي هو الواقع الاقتصادي؟ ما دور الحلفاء هنا؟ الواقع الاقتصادي هو يفرض نفسه طبعا على القيادة السورية من حيث ضرورة تخفيف أو إزالة ما يسمى بالعقوبات. هي الحقيقة ليست عقوبات، باللغة القانونية في الأمم المتحدة هي تسمى إجراءات اقتصادية قسرية أحادية الجانب. العقوبات يفرضها مجلس الأمن فقط، عندما لا تكون عقوبات مفروضة من مجلس الأمن تفقد اسم عقوبات، تصبح المصطلح يصبح إجراءات اقتصادية قسرية أحادية الجانب. ما يطبق الغربيون علينا هو إجراءات قسرية وليس عقوبات، يعني بمعنى أنها ليست شرعية، ليست عقوبات شرعية غير مفروضة من قبل الشرعية الدولية. أو الأولوية بالنسبة للحكومة السورية الآن هي فعلاً الواقع الاقتصادي وتخفيف العبء الاقتصادي عن كاهل المواطن السوري من خلال العلاقات مع الحلفاء، مع الأصدقاء، مع الشركاء. وسوريا ليست وحدها بالمناسبة، يعني الكثير من المراقبين يعتقدون أن سوريا وحدها ومحاصرة، وهذا الكلام غير صحيح. سوريا ليست وحدها، لدينا كثير من الأصدقاء والحلفاء، وحلفاء أقوياء، دول عظمى ورانا، روسيا والصين ليستا دولتين يعني صغيرتين، إيران معنا، حتى دول بعيدة مثل فنزويلا وكوبا وبوليفيا وحتى زيمبابوي، هالدول هذه، كوريا الشمالية الديمقراطية، في دول يعني وقفت معنا في مجلس الأمن وهي بالأساس محسوبة على غير معسكر. يعني في دول كثيرة في مجلس الأمن وقفت مع سوريا بشكل واضح، يعني اندونيسيا والهند، فيتنام، جنوب أفريقيا، دول مهمة. فسوريا ليست وحدها. تجاوز العقوبات، الإجراءات القسرية أو ما يسمى بالعقوبات كما قلت لك، هي ستكون أولوية الحكومة في المرحلة القادمة. طبعا هناك تعبير إنجليزي بيسموه حلول خلاقة، creative solution، والحلول الخلاقة موجودة باستمرار. الكون والكرة الأرضية ليست ملكا للغربيين، وهذا الكلام كثير من الشعوب الآن تتمرد على سلطة الغرب، وخاصة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية. ربما منطقتنا ليست كما كانت من قبل، عندما كان المد القومي قوي، كان في يعني عزة نفس ونزعة قومية عربية قوية. للأسف اليوم هذا الكلام يعني لم يعد موجودا بالشكل اللي كان موجود فيه قبل، وفي حالة صراع مع المشروع الإسلاموي كما تعرفي الأخوانجي، ودخلت قوى خارجية عليه. حتى مع ما شهدناه بالتطورات الأخيرة حول فلسطين المحتلة والتفاعل الكبير على المستوى العربي، ترى أنه يعني لا حضور يعني على المستوى القومي؟ أنا أرى أن الشعوب العربية الآن تسبق حكوماتها في هذا الموضوع بالذات. الشعوب العربية تسبق الحكومات في معرض حماية والدفاع عن حقوق الفلسطينيين، وحتى داخل فلسطين نفسها. هذه الانتفاضة تميزت عن غيرها بكونها جمعت الفلسطينيين وانطلقت من الشارع. ما كان في قيادة سياسية خلف الانتفاضة في البداية، في عندما بدأت في حي سلوان والشيخ جراح في القدس، الشعب الفلسطيني كان سابق لقيادته السياسية أو لقياداته السياسية بشكل بالجمع. فاليوم الشارع العربي والشارع الإسلامي حتى يسبق الحكومات العربية والإسلامية.
المهم بالنسبة لموضوع أولوية الحكومة السورية اللي هي محاربة العقوبات وتخفيفها عن كاهل المواطن، هذا الموضوع مرتبط حكما بالأولوية الثانية اللي هي استعادة الثروات الوطنية يلي هي عم تنهب وتسرق من قبل الأمريكان، قوات الاحتلال الأمريكية والأتراك وعملائهم في المنطقة. استعادة الثروات هو الذي يعني سيكون شكلا من أشكال تخفيف هذه، تخفيف أعباء الأزمة الاقتصادية والعبء الاقتصادي عنها. كيف ستكون استعادة هذه الثروات في وقت يقدم الأمر على أنه سيكون رهن تسوية كبرى، وبأنه لا مجال لما شاهدناه في الميدان السوري في الجغرافيا الواسعة التي تم استعادة سيادة الدولة السورية عليها أن نراه في شمال شرق سوريا حيث الاحتلال الأمريكي؟ كيف ستكون إذن؟ تسوية كبرى أم عمل ميداني أم ماذا؟ طالما تضعونه تحدي يمكن لتجاوزه، يعني مرحلة الضغط الاقتصادي عبر استعادة الثروات. أولا نحن في الجهة الصح من التاريخ، الجهة الصح من التاريخ، لأنه وفقا للشرعية الدولية الاحتلال مرفوض، سرقة الثروات مرفوض، الإرهاب مرفوض. يعني نحن في الجهة الصح من التاريخ عندما نقول أننا نواجه إرهابا واحتلالا تركيا واحتلالا أمريكيا وميليشيات انفصالية تدعمها القوات الأمريكية والتركية، فنحن لسنا وحدنا في هذا العالم. يعني عندما نطرح أي مشروع قرار حول هذا الموضوع نحصل عليه بسهولة. الأمين العام للأمم المتحدة نفسه في بداية أزمة الكوفيد 19 الكورونا بتصريح شهير له في 23 آذار 2020، قال الأمين العام للأمم المتحدة قال بشكل واضح أن العقوبات الاقتصادية تؤثر تأثيرا بالغا على قدرة الدول في محاربة الكورونا. طيب إذا الأمين العام للأمم المتحدة المؤتمن على الأمن والسلم الدوليين قال هذا الكلام، معنى ذلك أن ما نقوله نحن صحيح. عندنا احتلال يجب أن ينتهي. اليوم عزيزتي تركيا تحتل أراضي سورية تعادل مساحتها أربع أضعاف مساحة الجولان. طيب كيف يمكن للشعب السوري أن ينظر إلى هذه المسألة بشكل عابر؟ لا يمكن أن ننظر إليها بشكل عابر. التركي اليوم في عيون السوريين شأنه شأن الإسرائيلي بالمطلق، شأنه شأن الإرهاب في إدلب، والأمريكي نفس القصة. الأمريكي يحتل وينهب ويتلاعب ويعيد تدوير إرهابي داعش. طيب عندما العالم كله يشوف يرى هذا المشهد بيقول أن الحكومة السورية على خطأ ولا الحكومة السورية على صح؟ اليوم العالم كله يقر بأن ما تعانيه من احتلالات وعقوبات وسرقة لمواردك الطبيعية هي أمور مدانة من قبل القانون الدولي، ولا يمكن أن يوقف حدا ضدك في هذا الكلام. يعني فعل مراكم حتى نرى يعني خروج الاحتلال الأمريكي أم ماذا يعني؟ الاثنين سوا، فعل المقاومة وفعل العمل السياسي الدؤوب الذي ستلجأ إليه الحكومة السورية في المحافل الدولية. لا يوجد تواصل مع حلفائنا طبعاً، نحن لسنا وحدنا. أعيد التأكيد على مسألة هامة جداً في الموضوع الجيوبوليتيكي اللي بدأنا فيه. سوريا قوية لأنها ليست وحدها. تستعيد اليوم دمشق موقع مؤثر على مستوى الإقليم؟ طبعاً. دمشق اليوم عادت لتلعب دور مؤثر في المشهد الإقليمي طبعاً، ولذلك أنا أسميته بالنصر الاستراتيجي، نصر الصبر الاستراتيجي، أثمر عن هذه الحقيقة. اليوم عادت دمشق رغم كل المعوقات اللي حكيت عنها ورغم الاحتلالات وسرقة الثروات، لكن اليوم عادت دمشق لتفرض نفسها كرقم لا يمكن لأحد أن يتجاوزه. لا يوجد تواصل مع تركيا إطلاقاً؟ لا، هناك من يقول إلا من خلال اجتماعات أستانا، يعني بشكل اجتماعات أستانا هي الاجتماعات التي تحضرها الدول الثلاثة مع سوريا، مع الحكومة السورية. لكن هناك من يقول بأنه ليس هناك حوار بيننا وبينهم حتى في أستانا. لكن هناك من يقول بأنه يفترض أن تكون هناك سياقات للتواصل مع تركيا
لأنه في ديكتاتورية للجغرافيا، ويجب أن يكون رغم يعني حجم مستوى العلاقة الذي توتر بشكل كبير، والدخول التركي كما تتفضلون وتوصفون أيضا بعملية الاحتلال والجغرافيا الواسعة والتي فيها نفوذ تركي وتتريك أيضا على غير مستوى، بأنه يفترض أن يكون هناك خلق بوابة للتواصل لمرحلة مقبلة. لا يمكن إزاحة تركيا بهذه الحدود الطويلة مع سوريا مهما كان. كيف تردون على هذا الطرح؟ وبأي سياقات قد نرى مكانا ما يتجاوز مرحلة رغم كل تعقيداتها لإعادة بناء علاقة فيها خواتيم جيدة؟ المشكلة لا تكمن في الجانب السوري، يعني هذه ما أسميتيه بالديكتاتورية الجغرافيا، هذا الكلام نحن نعيه جيدا. حصل لقاءات أمنية بينه وبينهم، حصل لقاءات أمنية لكنها لم تسفر عن شيء. كما قلت لك، اجتماعات أستانا هم موجودون ونحن موجودون، وقناة الاتصال بيننا وبينهم هم الروس والإيرانيين، فهناك رسائل مباشرة وهناك رسائل غير مباشرة. وين المشكلة؟ المشكلة في الجانب التركي. يعني تخيلي أنت اليوم، تخيلي مثلا النظام التركي لم يترك بابا للإساءة للشعب السوري إلا وطرقه، ليس فقط من خلال رعاية الإرهاب في إدلب وتشجيع الحركات الانفصالية والمجموعات المسلحة في الشمال، ولا أكثر من ذلك، اليوم يقطع المياه عن الفرات ودجلة. طيب اليوم نهر دجلة في بغداد يمشي به الأطفال خالي من المياه، أجزاء كبيرة من نهر الفرات في سوريا خالية من المياه، لا يوجد مياه في النهر. هل هذا تعبير عن حسن الجوار؟ أين ديكتاتورية الجغرافيا في عيون النظام التركي؟ يعني أين هذا النظام من هذه المأساة التي تجري الآن بحق ملايين السوريين في المنطقة الشمالية الشرقية؟ ما هو المرفوض من دمشق؟ الماء في سوريا لا يستخدم فقط للزراعة، وإنما للشرب في حلب والرقة والشمال كله. هناك اتفاقيات يفترض وتمديد حول الحصص المائية وتوليد الكهرباء. نعم. الضرر الذي تحدثه تركيا بحق الشعب السوري ضرر لا يقاس على الإطلاق، لا بالمال ولا بأي شيء ثاني. طيب أين هي ديكتاتورية الجغرافيا؟ أين هو اتفاق أضنة لعام 98؟ أين هو اتفاق المياه بيننا وبينهم اللي التزموا بتبرير؟ ما هو عنوان إغلاق الباب التركي باتجاه سوريا باتجاه دمشق؟ ما هو العنوان المقدم من تركيا في إغلاق هذا الباب من تركيا باتجاه دمشق؟ ما الذي يقال في الطرح؟ لا تسمعي منهم اقتراحات يعني منطقية وعقلانية. أساساً هم ينكرون كل ما نقوله، هم ينكرون هذا الكلام، يقولون أنهم لا يساعدون الإرهاب، يقولون أنهم لا يتدخلوا في شأن الداخل السوري، وإنما يدعمون المعارضة المعتدلة، القصة اللي بتعرفيها. فهم يعني ينكرون حتى سياساتهم العدائية تجاه سوريا وشعب سوريا. عندما تقطعين المياه عن ملايين السوريين، ماذا تسمين هذا العمل؟ أليس عملاً عدائياً؟ أين حسن الجوار؟ أين الاتفاقيات الدولية؟ هناك اتفاقيات بيننا وبينهم موقعة سنة 1998 لتقاسم المياه، يلحسون توقيعهم بكل سهولة. طيب من يرعى الإرهاب في إدلب؟ أليست تركيا التي ترعى الإرهاب؟ من الذي يشجع المجموعات الإرهابية المسلحة في الشمال؟ من الذي يحتل أضعاف مساحة الجولان؟ أليست الوقت انتهى بشكل كامل، لكن أريد أن أسألك عن المقاربة في دمشق لتطورات الملف النووي، بمعنى هناك من يقول بأنه سيكون مفاعيل يعني عودة الولايات المتحدة الأمريكية لهذا الاتفاق، تحرر إيران من العديد من العقوبات، فيه منفعة مباشرة على دمشق، وذلك سينعكس في الجانب الاقتصادي، ولذلك رأينا قنصلية عامة تفتتح لإيران حتى في حلب العاصمة الاقتصادية. وبدقيقة لطفا، هذا الكلام تحصيل حاصل. يعني عندما ترتاح دولة من دول المحور المقاومة فترتاح الدول الأخرى، يعني شيء طبيعي أن يكون نجاح طرف من الأطراف هو نجاح للآخرين، وعندما يكون فشل المؤامرة الغربية بالنسبة في الملف النووي هو نجاح لمحور المقاومة. فصحيح هذا الكلام؟ صحيح. في كلمة أخيرة، شكرا للميادين على إتاحة الفرصة لي لتحدث معك حول هذا الحدث الهام الذي يسيطر على المشهد العربي والإقليمي والدولي. شكرا جزيلا لكم نائب وزير الخارجية السورية دكتور بشار جعفري على هذا الحضور وكل ما قدمته لنا في هذه المساحة.